السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. كن كثير من الأمور تحتاجون إلى بصيرة، تحتاجون إلى بصيرة. وإحنا يوميا نذكركم، نقول لكم اللي قال ستقتلان معا، راح يجيكم جرثومة بايولوجي يدمركم، راح السعودية تنهار اقتصاديا. من هو يصدق السعودية تنهار اقتصاديا؟ الفيضانات، الثلوج، على عبد الله صالح يقتل، كل هذا اللي تصير. أنا اجيت الآن أقولكم بعد شهر 7 انتظروا الزلازل والهزات المدمرة اللي والله لا تقدرون تشردون ولا يسوي لكم حظر مال سيارات. لننتظر الأيام القادمات. وأنا قلت اللي عنده فلوس خلي يسحبها من دبي. اللهم صلي على الصديقة فاطمة الزهراء.